طيب انت شايف انه كمان ده كان يعني اختبار جيد جدا لابو جبل، انه اتحط في وقت صعب واتحط قدام مهمه صعبه. كان في حد من الكباتن في استوديو تحليلي من 3 4 ايام طالب، كان كابتن طارق يحيى ربنا يديله الصحه اعتقد، قال انا ابو جبل نفسي ينزل ماتش السودان، قال كده يبدا الماتش. فكانت قالوا له طب ليه الشناوي ماشي كويس؟ قال لهم الشناوي ماشي كويس وانا ضامنينه خلاص، يعني سيفناه على انه فرصه ندي ابو جبل ندي ابو جبل قد يحصل حاجه. وحصلت الحاجه، يعني لو كان ابو جبل فعلا واخد ماتش السودان كان برضو رجله في الملعب، بس هو ما شاء الله واضح انه كان هو تركيزه عالي ورجله في الملعب، وكابتن عصام الحضري شغال معاه كويس، شغال معاه نزل كانه كان هو من اول على فكره بيلعب الصوره دي كلها. طب الصوره دي انت عارف بتاعت ايه؟ في كورنر اترفع كده، لا دي اول صده، اول صده في واحد دخل بدماغه اللي هو ولما خد الصده دي الناس كلها قالت خد الثقه، خد الثقه صح. صده يعني صد بعدها كره حلوه قوي اللي طلعها من المقص دي، كانت كره حلوه قوي، لان فعلا واضح ان هم نازلين كلهم تركيزهم عالي الماتش ده كلهم. فابو جبل ما حسسناش ان الشناوي خرج. احنا كمان عندنا يعني المصور العظيم فريد قطب، يعني مصور شويه لقطات حلوه جدا لابو جبل، واللقطات الحقيقه كانت يعني معبره جدا، وهو يعني بيصد الكوره من كذا مكان. هو برضو يعني شناوي شال 3 تجوان 4 تجوان برضو في الماتش، شناوي عشان بس بكون ما نديله حقه شال 3 4 تجوان جوان يعني ما تتشالش. وواحد هداف اللي هو اياكس ستيفن هالر، سبيستيان هالر ده راجل عملاق اصلا طول بهارد بتاع كوت ديفوار بتاع اياكس امستردام، شال منه تلات كورتين ما يتشالوش يعني. ايوه بس احنا على فكره احنا ممكن نكسب قبل الاكسترا تايم، احنا ضيعنا كوره غريبه من تريزيجيه يعني. تركيزه انا بس بلوم على تريزيجيه. أيوة. نتقل كده عند الجون لسه الكوره يا تريزيجيه، انت راجع من اصابه طويله وكان ممكن بلاش نكسب انت في الاكسترا تايم، بلاش انت اللي تفنش يعني، ما لعيب بيرجع من الاصابه بيقول باصي كتير عند الجون، كان جنبك مصطفى جنبك صلاح جنبك النني، باصي مش لازم كل الكره تحطها انت، ما لسه السويرب او اللفه دي ما بتجيش معاك لسه ما جاتش خلاص. والله هم هياخدوا الكلام اللي ارجوك يا كابتن تريزيجيه، نهدى شويه عند الجون جنبك واحد. طيب تعالى كده، يعني اولا انت متفق معايا ان اللقطات اللي اتاخدت لابو جبل حقيقي كانت حلوه جميله. معانا مصور فريد قطب ومصور الركلات الترجيح، والحقيقه كانت حلوه جدا، وكل واحده كانت مميزه. فخليني امسي عليه. مساء الخير استاذ فريد، مصورنا الفنان فريد قطب، مساء الخير. اهلا بحضرتك نور. يعني انا بجد عجبني جدا اللقطات اللي انت اخذتها، وقلت ازاي قدرت تعملها بس يعني في الوقت ده وبالدقه دي. ومعايا كابتن هشام اسماعيل على فكره في استوديو التحليلي بتاعنا. ازيك يا استاذ فريد؟ بشكر حضرتك وكل الكباتن، اهلا بيك، الحمد لله بخير والله. اولا طبعا انا بحب اهني طبعا الشعب المصري كله على الاداء العظيم بتاع منتخب مصر، والحمد لله يعني تأهلنا يعني الدور القادم، وان شاء الله ربنا يكرم بقى نوصل النهائي ان شاء الله. انا بس حابب اوضح ان الشوط دي نفسها انا ببقى يعني الحمد لله عندي في حته ان انا ادرس نفسيه كل حد بصوره، فطبعا لما اصور منتخب بلدي فلازم اكون مركز قوي مع اللعيبه. بس انا عرفت ان انت اخذت الشوطين يعني في نفس الوقت بكاميرتين صح كده؟ لا 4 كاميرات مش 2، 4 كاميرات. 4 كاميرات. بيكون في دي في التوقيت 4 كاميرات، في كاميرا ورا الجول متثبته بريموت. ايوه دي واحده. وفي كاميرا بتبقى وايدي فيها 3، في كاميرا بتكون عليها عدسه اسمها يعني 300 بتجيب من بعيد، لما بيقربوا اكتر فبيبقى ال 300 بتبقى خلاص مش متاحه معايا، فبنزلها وبطلع عدسه ثانيه اسمها 70 200. في اوقات ممكن يقربوا قوي مني فلازم اروح تبقى خلاص برضه ماش لازمه فرافع العدسه بس عايز اقول دي دقه شديده جدا منك، لان انت مش بس جايب اللقطه، انت جايب اللقطه والاداء يعني صح. انا شايفه هنا تكنيك ابو جبل حتى تكنيك ابو جبل اتفضل يا كابتن هشام برضه عايز يعني يعلق. يعني قليل لما الناس تاخد بالها من الشوط ده، تكنيك ابو جبل في الصده رجليه الشمال على الخط عشان ما تتعدش، وفي نفس الوقت عينه على الكوره ورايح في الزاويه، فده برضو يعني انت عملت فيلم صغير قصير في اللحظه دي بالصوت بتاعك يعني بالصوره بتاعتك. انا يعني بص طبعا الحمد لله بشكر ربنا طبعا على الرزق ده، طبعا هو طبعا توفيق ربنا اخيرا المكان اللي انا كنت واقف فيه، يعني انا بس يعني لو كان ابو جبل صد الكره الناحيه الثانيه انا كنت الدقه هتبقى مش قوي، لكن الحمد لله لحسن الحظ ان هو جه الناحيه اللي انا واقف فيها في ناحيتي، فيعني ظاهر كانه هو رايح لي انا الحمد لله. يعني انا ايه، انا في الحالات دي بكون بلعب على الكره دي، انا عارف ان ابو جمل
ابو جبل يعني متميز جدا في صد الحاجات دي، واكثر من مره يعني عملها، فكنت بركز معاه هو. حتى انا ما كنتش مركز مع اللي بيشوط اكتر، لا انا كنت يعني مركز مع انت طبعا ما كنتش متوقع انه انت، وانا الحمد لله عملتها قبل كده. ايوه عملتها قبل كده الحمد لله في 2017 ساعة لما حارس العظيم عصام الحضري صد الكرة بتاع كوت ديفوار، سوري بتاعت بوركينا فاسو، وانا اخدت تقريبا نفس اللحظة دي وهو بيصدها برضه. فانا ببقى يعني بركز مع الحارس لما بكون عارف ان هو يعني ممكن ان شاء الله يكون في سبب ان هو يعني صدها يعني. طب انا متفائلة بيك جدا يا استاذ فريد، عارف ليه؟ انت صورت برضه منتخب مصر وحارس المرمى اتصاب واخدنا البطوله ده في 2017. ايه ده مظبوط صح. لا هو اللي حصل كالاتي، انا عشان خاطر بصور البطوله دي يعني متعاون مع الكاف، فانا فدي اول بطوله، اول ماتش اصوره يعني لمصر. أيوة. فده اول ماتش اصوره يعني امبارح، فاول ماتش اصوره اتصاب الحضري. يعني ده اول ماتش تصوره يعني، انت ما صورتش ماتش السودان ولا للمنتخب ولا غينيا بيساو نهائي، انا عمال اصور بس الجزائر. انت وشك حلو بقى، خليك بقى روح المغرب ساعه البطوله دي، انت بقى تروح ماتش المغرب انت موجود فيه، هتصور في ماتش المغرب. اتصاب السناوي ودخل مكانه ابو جبل. ف 2017 برضو اول مباراه صورها كانت مصر ومالي، اتصاب احمد السناوي ونزل مكانه ابو جبل الحضري. وبرضه شاء القدير ان برضه طريقنا كان المغرب لما كسبناهم برضه في طول الماتش. أيوة صح. جول كهرباء وصل للنهائي ان شاء الله. صح جول كهرباء، ناخد البطوله باذن الله ان شاء الله بقى المره دي. خلاص يعني هل عندك اي كواليس عن ماتش المغرب تحضيريه 2007؟ لا والله للاسف مش متابع انا يعني في التصوير، بس انت في 2017 كنت موجود برضو في ماتش المغرب. لا للاسف 2017 صورت حضر ماتش المغرب بتاع كهربا. ايوه كهربا، اللي هو اول هزيمه للمغرب يعني نكسب عليهم حاجه من 30 سنه، فكنا عقده يعني سنين من 30 سنه نكسبهم. 30 سنه يعني انا بجد اتفضل عايز تقول حاجه؟ اتكلم على الصوره دي بتاعه ابو جبل. انا يعني الحمد لله سعيد الحظ جدا الحمد لله ان هو ربنا كرمني، والحمد لله يعني صورت الصوره من زاويتين مختلفتين، ودي بتبقى يعني صعبه بس الحمد لله انا متدرب عليها. ما هي دي الزاويه الاولى والزاويه الثانيه الحقيقه الصور حلوه جدا. يعني برضو بالمناسبه ده خلاني ما اقدرش اخد حاجه تانية، يعني انا تركيزي طبعا على حاجه زي دي خلاني مثلا ما اقدرش اخد الفرحه لما محمد صلاح طلع على كتف ابو جبل. أيوة فهي بتبقى ايه شارلوت رزق طبعا. انت هنا في حاجه تاخدها وحاجه لا، انت خدت الحاجه الرئيسيه الحمد لله مبسوط بيه طبعا يعني الحمد لله يعني. أكيد يا رب انصرنا ان شاء الله يكون وشك حلو عليهم يا كده. رب المصور فريد قطب بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله نشوف صور دايما كتير حلوة.